مواقف يعني كثيرة جدا جدا، سواء كانت مثل ما قال فرائحية، وهي كلها والله الحمد فرائحية، لكن في بعض المواقف اللي نوعا ما فيها نوع من التعب والإحراج. نعم، فمن المواقف الجميلة جدا جدا، وأنا أقدم برنامج في إذاعة القرآن الكريم، برنامج اسمه ناشي في رحاب القرآن الكريم. كان أحد الأطفال صغير سجل ناشي في رحاب القرآن الكريم، قلت هذا يمكنه جزء. يوم قلت له كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ قال أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله، والله إنه يمكن ما بلغ 11 سنة. ما شاء الله تبارك الله. أنا بكيت من الداخل صراحة، تأثرت، لأن قلت هذا جزء ولا جزء عامة. يوم قاعد يرتل لك التلاوة ما ودك يسكت، والله العظيم كانت مبكية. أيضا نعم نعم، أيضا من المواقف، حتى أختصر الحديث، من المواقف في برنامج كان عندي، برنامج كيف أسلمت. هذا البرنامج هذا استمر تقريبا 10 سنوات، وكانت لي لقاءات مع مسلمين جدد على مختلف المستويات، سفراء وغير سفراء، وأيضا المطرب المشهور يوسف إسلام. هذا سويت معه 3 حلقات، كانت مؤثرة جدا جدا. وأيضا كنت في البوسنة والهرسك، ضمن يعني كان فيها مشروعات قامتها المملكة العربية السعودية في البوسنة بعد اندحار الظلم هناك، وتوجهنا هناك لافتتاحها وتغطيتها، وكنت أسوي، أفرح أنني أروح أسوي لقاءات البرنامج كيف أسلم. فمن ضمن هؤلاء واحد، قالوا في واحد مسلم تو جديد اسمه عبد الله، جيت عنده، طبعا في مترجم، قصة إسلامك. قال أنا كنت عند النفق هناك، فعلا كان في نفق، كنت أحارب ضد المسلمين وأصبت واندحر أخوياي اللي هم من الصرب وخلوني، فجاءوا المسلمين وسحبوني، قلت هذا خلاص بيقتلونني. قالوا فأخذوني وراحوا للمستشفى وعالجوني وقعدوا شهر. قالوا وش أسوي؟ قالوا ليش ما قتلتونا؟ أنا توقعت، قال لا، الإسلام يمنع قتل الأسير. فيقول من هنا تعلمت، قلت وش الدين هذا؟ الإسلام. تعلمت وأسلمت والحمد لله اسمه عبد الله. وحاولت معهم أني حارب عكس، بطريقة عكسية، حارب أخوياي وهذا. قالوا لا، لو مسكوك قتلوك خلاص انتبه.